كل اصحابي الشيك مش المناظر العكره دي. بس بقى خبط قومي افتحي لان انا مش قادره. انا مش موعده حد، روحي شوفي انت موعده وانا هوعد منها. افتحوا الباب اهو راجل. مين؟ افتحوا الباب يا جماعه، انا شايل على ايديا الله يستركوا. وماله كمل جميلك. بس احنا مش متعودين يجي لنا رجال. لا انا متعوده. خش. ايوه يا رب يا ساتر. يغتي يا رب يا ساتر. يغتي مساء الخير. يغتي ايه ده؟ مساء الخير. ايه ده؟ مساء الخير. اه ازيك؟ اه مساء الخير. مساء الخير. برافو عليكي. انا بصراحه جيت جايب لكم معايا هديه. واو. لا استني. لا دي انت مين، رايه ولا سكين؟ انا سكين. انت رايه؟ خدي البطيخه بتاعتي. خدي. طيب انبسطي. ما رضيتش ادخل لكم بايدي فاضيه يعني. والله كريم ابني كريم. شوفي اصحابي، شوف اصحابي برضو. شريف صاحبك وما يعرفنيش، متبري مني. لا ده انت الغاليه. يعرفك معرفه سطحيه. بس بصي جاب لك ايه؟ ممكن افتحها؟ اه طبعا. اوكي انا بس طب عشان انا اقعد فين؟ اقعد هنا ولا اقعد هنا؟ اقعد يا اخويا في الحته اللي تعجبك. البيت بيتك. زهقنا أيوة من قعده البيت، جينا نقعد في بيت برضه. بس شكلها فاضة. معلش. ها ايه رايك؟ ها ايه؟ انا شايف السعاده هتنط من عينيكم. هي في سعاده لكن مش هتنط. ليه؟ لا هفضل محتفظه بيها. لا دي انتوا عارفين دي يا جماعه، دي عشان بيت رايا وسكينه فلازم يبقى فيه قله. اهو ممكن تحطوها ديكور، تكسروها ورايا وانا ماشي براحتكم يعني. لا هي اكيد والله. طبعا اهي ديكور، حطيها هنا يلا. ديكور جميل. بس انا ملاحظ حاجه، وهنطر شويه حبه قش حواليه. يا ريت يا ريت. لا 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 ما تمسكيهاش كده، انت ما تعرفيش دي. اصل دي خلي بالك تحب تبان ان هي دايما عارفه الافيه. ياما شربت في القله. لا سيبك من ان هي شربت في القله، كلنا شربنا في القله يا جماعه. عارفه الفرخه ب 50 قرش والقفص ب 15 جنيه؟ هي هي اللي انتوا رميتوها دي ب 15. دي اللي غاليه؟ دي اللي غاليه جدا، دي غاليه جدا. استنى دي بتاعتي على فكره. طب ايه رايك نعملها مفرش لل انتوا ممكن يعني. بصوا انتوا براحتكم بقى، تحطوها كده وتكشكشوها وتقوموا حاطين عليها القله. بجد دي اللي غاليه. ايوه دي بتاعتي. خدي اتفضلي. دي بس على فكره انت مرزقه لان ده عرض عرضين. ملزقه. طب انا عايز اسال سؤال. هي خدت دي. هل اللي خرمها واسعه اغلى من دي؟ بقى هعملها بلوزه. بصي شوف الخيمه. بصي دي بلوزه اهي اهي. لو عندك دور شحاته ولا حاجه هتلاقيني لابسها. اخرميها من فوق، دخلي دماغك كده. رعاية الغنم، تبقي شبه رعاة الغنم. طيب بصي دي، بصي دي الجميله دي تعمليها جيبه جيبه. لا لا والله العظيم اعملها مفرش. ومفرش شيك، ويتحط له هنا اطار دانتيل واطار ذهب ذهبي، ويبقى مفرش. يا جماعه الست ست والله. شريف ايه؟ استاذنك نطلع فاصل ونرجع. مفرش ولا مش مفرش؟ مفرش. هو كم خشبية؟ ايه هو اللي كم خشبية؟ هي دي لعبة؟ دي؟ انا كنت مفكراها اطفال صغننين سقاطة كده. يا جماعة ده شطرنج، شطرنج قلتلكوا 100 مرة. وبعدين انت مبرقة وانت مخضوضة مش فاهم على ايه. العبوا شوروا بعض وطلعوا لنا يعني. حراكي بقى العسكري ولا الطابية؟ طابية؟ الطابية في اسكندرية. لا ما هنا، ما دي طابية ودي طابية. انتوا ايه يا جماعه؟ طب يعني ما تعتمديش على ذكائك، تشوري معايا. هو فين الذكاء؟ ما يكون في ذكاء اعتمد عليه، انما هو ما فيش. هو بصراحه يعني هو انا كنت اعرفها بس نسيتها. نسيتيها؟ ف خلاص ملعون، ملعونه ملعونه، لعبه ملعونه. ها دي لعبه ذكاء. كونكت فور. الله. انت اختاري بقى لون. وانا اختار لون. يعني دي زراير احطها في البالتو الجديد ولا المراكن اللي بتتحط في لا 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 بنحط في الخرام، في الخرم. بتعملي كونكت فور يعني؟ يعني عارفه كرين الاكس او؟ الاكس او الاكس او ده اللي المسحوق اللي بحطه في الغساله. ايه اكس او بقى؟ طب انا اسف يا جماعه. الزراير تحفه. انا اسف. لو اتعملت على بالطو اسود. لا مش شبه الماركات بتاعت القهوه. ايوه اللي هو خد ماركه، هات لي شاي، هات لي سحلب. طب انا لا اظن دي بقى ما فيهاش حاجه طبعا. قشطه.
يلا بينا. يلا باشا. ازازة برفان؟ لا برفان ايه؟ كوتشينا. برافو عليكي. شفت بقى الذكاء؟ لا انت شاطرة جدا على فكرة. اه. انا هفنطها وافرق. انت عارف انا واخدة سنة 5 في 5 سنين. ازاي يعني؟ بص. الله. كل واحد بياخد 7 ورقات. حلو. مفيش 2 زيادة كده؟ اتنين زيادة ايه؟ ما تديهاش اكتر مني. خدي خدي. هات هات زيادة. الارض 2 خضرة. انا عندي 4 بنات. 4 بنات فين؟ مفيش 4 بنات. وانا عندي وردتين. وردتين ايه؟ ده لا في بنات ولا في ورد. وفي شبشب بوردة برضو عندها. طب قلبين؟ قلبين ايه يا جماعة؟ دي ارقام والوان. طب في 2 شياب. يا جماعة دي لا فيها بنت ولا ولد ولا شايب. انا بتكلم على عيالي، انا عندي بنتين هايدي وسلمى، وعندي حفيدتين تالين ورؤى. يا ستي ربنا يحفظهم لك، بس احنا دلوقتي بنلعب. بنلعب؟ هو ده لعبه؟ كوتشينا. ما دي مش يا جماعه دي اونو، انتوا مش عارفينها برضو؟ هي الاونو مش هي الكوتشينا؟ ما هي نوع من انواع لعبه من انواع الكوتشينا. طب ونعمل ايه دلوقتي؟ في 2 على الارض، نعمل ايه؟ اخضر لونها 2 اخضر. طب اللي ما عندوش اخضر يعمل ايه؟ لو معاكي رقم 2 لون تاني ارميها. برافو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بس انا سته في 6 سنين. بصي بقى دي انت تقفي ما تلعبيش. ليه؟ هو كده، هي قانونها كده. ستوب. ليه؟ تلعبي انت تاني. العب ايه؟ اشمعنى؟ العبي بقى ليه؟ احمر او توقفيني. طب اقف. لا مش توقف. مش توقف. لا انا بلعب مره واحده. طب انا هقعد العب. استنى. طب انا هقول لكم انا معايا اخضر. لا 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 خلاص. طب معايا احمر. لا 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 يلا ديكو. يلا عشان الامراض والحاجات. جاي جاهز بمعدتك بالعابك بمسحوقك. طب مش هنكمل اونو؟ لا 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 انا هلعبكوا بقى لعبه. بصوا. أيوة اخر دي. فرصه دي اللي بدور عليها. ايوه القطاعه دي دخت عليها في السوق. لا وايه بقى؟ خشب مش اي حاجه. دي في تقطيع اللحمه تحفه. الخضار على الوش التاني. يا بدريه يا بدريه يا روح قلبي، دي طاوله. طاوله؟ اه طاوله اللي هي زي العارضه دي اللي بيسموها قرمه. انتوا شايفين يا جماعه الناس دي؟ دي قرمه جزار. قرمه جزار ايه ده؟ كل دول زمايلكم كانوا بيلعبوا عليها، وائل احسان ومحمود عبد العزيز الله يرحمه. شنو يا حبيبي الناس؟ شيشو. شيشو مش انا الدلع شيشو؟ انت شيشو. اه يغدي عليها. شيشو. يلا هتلعبوا طاوله ولا مالكوش فيها؟ والله في الزهق ده نعمل اي حاجه يا شريف. هو انتوا مش عارفين الطاوله كمان؟ طب هقول لك انا عايز العب المزنوقه. لا ما انا عايز اقول لك حاجة. حاجه انا اساسا هو زهقان. بس الفرده دي ايه اللي بيجي فيها والفرده دي ايه اللي بيجي فيها؟ عشان عايزه لما ارمي الظهر يبقى فيه وسع، ما يبقاش فيه لخبطه. هي دي المحذوفه؟ لا لا استنى هنحاول مع بعض. لا انا هقول لكم على حاجه. اكتب فوق بدريه طلبه. حاضر. عايزين قلم يا جماعه. إيه عارفين دي بقى هنعمل فيها ايه؟ ايه؟ هنطبل عليها بهوايا. انت قاعده معايا. عينيكي للهدس. ده انا اعرفه بقى. ايوه يلا. طب انا هقول بهوايا وانتوا كملوا. اه ماشي. بهوايا. شهر وحياتك. طب ممكن تقول حاجه نعرفها؟ انا عامل لنفسي حظر من قبل الحظر. ياه والله العظيم. انت هتكذب ولا انا لسه شايفاك في الشارع قبل الحظر؟ النهارده اول النهارده تالت. انا نزلت 3 ايام. في كام يوم؟ في 30 يوم. ياه شهر. يا والله شهر. انا عايز اقول لك على حاجه، انا بقيت بنشر الغسيل في البيت. لا انا ما كنتش بنزل اللي نزلني الاستاذ محمود شميس. والله انا عايز اقول لك على حاجه تانية. انا ليا ابن اختي بسم الله ما شاء الله داخل في ال2 متر ما شاء الله. اه طاير طاير في البيت، طاير في البيت، عمال يجري في البيت وبيخلص ورقه تواليت. مش عارف بيعمل فيه ايه. ليه؟ مش عارف بياكله وبيحرقه وبيعمل ايه. يعني الرولايه بتقعد معاكوا قد ايه في البيت؟ لا ده احنا دلوقتي يعني اللي كان نضيف 50% بقى 150%. ماشي. يعني الرول دي بتقعد معاكي قد ايه؟ شوف بقى دخل الحمام كم مره. ايوه يعني بتقعد قد ايه؟ اديني وقت. ممكن. يعني ممكن يومين ثلاثه. يومين ثلاثه احنا الرول يوم مع اسره. لا بيقول لك مع فرد. الرول مع ادهم يوم. بياكلوا ولا مش عارف؟ تلاقيه بيسلي وقته وهو في الحمام بيقعد يعد امطار. لو ايوه انا همسح ايه يعني؟ وبعدين رفيع عارفه لو مليان هقول لك ماشي بيبقى محتاج ورق كتير. انما هو
مفيش. طب ومفيش العاب تاني؟ في العاب قوه والله. انا جبت لكم اونو وجبت لكم كونكت فور وطاوله وشطرنج. انت دي كانك بتقول لنا اونو. اديني اونو من هنا. ايه الكونكت ده؟ الكونكت فور دي سهله جدا. انا ممكن يعني وانت بتتكلم كده. لا ما اعرفهاش. الزهق خلي بالك في ال طيب. بس على فكره يا استاذ شريف انا مش شايفه ان الوعاد في البيت زهق. انا مش عارفه انت ليه زهقان. ليه بتعد السقف؟ لا انا مش بعد السقف. انا بقول لك انا وصلت دلوقتي ان انا بنشر الغسيل، بعمل اكل. انا عملت بيض في اختراع كده، بيضه 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 بيضه. دي عباره عن ايه؟ بتجيبي طاسه تمليها زيت، سيب الزيت ده لما يسخن قوي يقدح، وتقومي جايبه البيضه تك وتقومي راميها في الزيت. تعمل قرص. تعمل تعمل ازاي؟ بتلاقيها كبرت كده. تبقى فرخه. آه. لازم تكبر عدتها صغيره. لا دي هرستولي افهين لحد دلوقتي واحنا افهين اتهرسوا. اتهرس اول واحد قلت يا بنت عديها. طب عيديه. لازم. إيه هو احنا يعني قصدين افهاتك اللي ما بتضحكش؟ صلوا على النبي يا جماعه. انت سمعت افيه؟ انا ما سمعتش شفت حاجه. حاجه ضحكتك؟ شفت الخطه. بص بقى هرستولي افهين اللي رنت. إيه الاولاني وقلت عادي اللي قال يعني في مكيده. في مؤامره. انا افهاتي ماليه التيك توك. طب فكرينا بالافيه كده عشان نضحك. انا نسيته. انا نسيته. يعني كمان بتقولي افات وبتنسيها من كتراها. بصي خرطوم. دي خرطوم اسهال. والحنفيه فتحت. دي كمل يا استاذ شريف معلش. انا بس فانا قاعد في البيت ما بعملش اي حاجه يعني. منتهى الملل. عملت كل حاجه. بقول لك بنشر غسيل، بحط غسيل. بتنشر الغسيل من غير ما تغسله؟ لا بغسله. ده في حد ذاته افيه. لا لا ما احنا بنحط في الغساله وبعد كده افيه. ما انا هعمل ما هو لازم بيضحك زميلي وبيجاملني. لا بس يعني الجمهور مش هيجاملنا. لا هو الجمهور هيلاقيه بيضحك فهيضحك. ما هي كده. لا هي كده. طب بص استنى بقى شريف قول انت يلا افيه. طيب استاذ شريف. من قعدتك في البيت انت قلت لي حاجات غامضه شويه حصلت. زي مثلا يعني كنت القعده في البيت. اعلاميه بتقولي وانا معدي في الصاله اكتشفت ان عندنا صالتين مش صاله. لا ده انا اكتشفت الانقح من ده. ايه؟ ان عندنا في البيت بيانو. اقسم بالله بيانو. هو طلع بتاع ماما. يمكن جايبينه قريب مثلا. لا قريب يعني ماما مامتي ربنا يديها الصحة. وبيانو. كانت بتتعلم عليه من وهي طفلة. يعني من زمان وهو هناك. ده معتق يجيب قرش جامد. ما انا هبيعه. بس هي رافضة. بس انا هبيعه. هي بتنام ما بتحسش. الحظر عمل فينا كده. انا هبيع البيانو. انا لقيت بنتي معدية قدامي قلت الله البت دي لابسة شوية دب حلوين ابيعه. يعني انت البيانو ما كنتش ملاحظه؟ لا اكتشفته. يوم ما تكتشفه بدل ما تقول لماما الله ده البيانو بتاعك ذكرى جميله تقول لها هبيع البيانو. انا هبيع البيانو. انت ايه اللي مزعلك ومبرقه ليه كده؟ اكنه بيانو بتاع مامتك. ده بتاع امك. ده بيانو امك. لا اعمل ايه انا هبيعه. لما يكون بيانو هتزعل. لا ما انا فلوسه احلى صدقيني. حرام عليك. ما هي خلاص لعبت عليه واتعلمت عليه وعملت بيه كل حاجه واستفادت منه لحد ما بقى عندي. خلاص ابيعه بقى انا واستفيد منه. هو ده الدروس المستفاده اللي انت خدتها من الحجر المنزلي؟ والله العظيم الحجر المنزلي ده احنا لو بس احنا عشان مش متعودين. انا بالنسبه لي البيت ده كان عباره عن سرير. 8 ساعات نوم 6 ساعات نوم اصحى ساعتين انزل اجي فاهمه؟ فما بقعدش في البيت. ما كنتش دارس المنطقه. دارسها بس خش بقى على دولاب ماما هتلاقي خير ربنا. لا ده هلاقي بلاوي. ده انا هلاقي بلاوي في دولاب ماما. دي هدوم امك. هبيعها. حرام عليك. هبيع كل حاجه. جزا ماما. في شقه في المهندسين يا جماعه عند نادي الصيد لو حد عايز يشتريها يقول لي. دي شقه امك. لا 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 هبيع انت كل حاجه. امك قوي. لا خالص والله بعد بقى. بس انا زهقان ما بعملش حاجه. هو اللي يزهق يبيع حاجات يبيع. طب انا هعمل ايه؟ طيب هعمل ايه؟ انا عملت كل حاجه. لا نظفت البيت. لا انت مش هتروح لامك النهارده. وغسلت ونشرت الغسيل وعملت اكل وعملت كل حاجه. وامك ما شافتكش فانت هتبيع بقى عشان تشوف نفسك. ما شافتكش بحاجه. لا ما شافتنيش. فانت هتبيع. يعني هي لو كانت راحت ظرفاني متناية ميايه كده احس ان في بشتغل بأجرة. احس ان حاسه بيا. ان انا حاسه بيا وبتعبي.
انما ابيض كده ومطمنه ان انا ابنها يعني مش بس هبيع لها الحاجه. هبيع لها ام الحاجه. بس اللي اعرفه ان طنط جامده قوي. لا هي وبتشبشب من على الباب. ده كان زمان. ومن البلكونه كان في ازاز بتتحدف على العربيه. ده كان زمان. ده كان زمان مش ايام الحاجه. شقي بقى كان مجننها. طب انا هقول لك على حاجه. انا مره زمان زوخت من المدرسه فاختي عرفت فقالت لي ايه والله اللي هقول لمامي وبابي. هي بتقول مامي وبابي. انا هو انت بيان ومامي وبابي وفي اشرف. انا ابن ناس جدا. انا ابن ناس قوي. ده انا بنت يا ناس يا ناس. انا هانم مش هتزل مش هتفقر. المهم اختي راجعه البيت عادي فتحت باب الشقه ودخلت قلت لها شيرين ازيك تعالي انا عايزك. قالت لي في ايه. قمت شايلها وطالع على البلكونه ومطلعها بره البلكونه كده. يا لهوي. فلقيتها عماله تصوت. قالت لي انت بتعمل ايه. قلت لها اقسم بالله لو فتحتي بقك بكلمه لكون رميكي واقوم عامل ايدي كده. فهي بقى ايه طبعا شايفه الشارع تحت والله العظيم زي ما بقول لك كده هرميكي. قالت لي لا 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 طب خلاص والله العظيم بصي قعدت ثلاث ايام ما بتتكلمش. طب اللي يعمل كده لا المامي ولا البابا. اللي يعمل كده في اخته ولسه في المدرسه يعمل كده في امه في الحجر المنزلي لما يكبر. يبقى انت بتسالي ليه. ما أيوة. هبيع الحاجه. الله 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 هبيعها. لا احسن ما يطلع بمامته من البلكونه كده. لا ما تستحملش. بيع. انا ماما لو شلتها بس كده خلاص. لا بيع بقى. انا بقول يعني لك هي ماسكه نفسها وهانم وكل حاجه. في سفره جامده انتيك بتاعت ماما لما اتجوزت. لا ده انا عندي سفره بقى يا لا بتاعت مدام فرخنده. فرخنده حسن. شوفي بقى لما الاسم يكون فرخنده تبقى السفره شكلها ايه. بالنيش. يانيش. لا فيها اتنين بوفيه. هي الحمله الفرنسيه. هي انتيك. نحاس. هتباعها. انت بتسالي. هي اتباعت اوريدي. هي اتباعت خلاص. انا يعني خلاص يعني في بقى مفروض واحد هيجي يخلص على طول. دي سفره امك. لا دي بتاعتي انا اشتريتها من مزيد. طب فين سفرة أمك؟ لا موجودة. دي بقى لسه هبيعها. ما هي ماما لسه موجودة ربنا يديها الصحة وطولة العمر. دخلت على الدولاب بس اللي فيه. هخش. انت فتحتي لي حاجة حلوة. طبعا ما كانش بيفكر في أوضة نوم ماما. تصدقي ما جاش في بالي أبدا. أوضة نوم. لا طب بالنسبة للصالون الأبيسون اللي جامد قوي اللي في المدخل ده. ده وفي أرابيسك. طب والأرابيسك هيتباع برضه؟ بصي على حسب بقى لو جاب سعر حلو. بس دلوقتي ما بقاش حد يحط ارابيسك وبتاع. طب كان في كرسيين عش النمل اللي عندكم. عش النمل. اسمه اللي هو ضهرهم عش نمل كده. اللي هو ما اعرفش اللي هو مخرم كتير كده. عش النمل. موجودين ولا اتباعوا؟ موجود. لا طب كويس. الشقه كلها لازماكوا. لا بصي انا عايز اقول لك على حاجه. شقه حلوه جدا. تطل مباشره على نادي الصين. بيع بقى دلوقتي. 285 متر. أوه. يعني حلوه فيها بلكونه اتنين ثلاث بلكونات. طب ما انا اتجوزك ارخص. ارجوكي. والحجر بقى المختار يا حلوه يا زينه. مبروك يا ابتسام. مبروك يا حبيبي. اخد بقى انا بيان وماما. لازمك ايه؟ ما انا حلاوه الفرح لازمك ايه؟ لا بس عايزه السفره ولا الابيسو؟ لا اخد السفره. لا انا بحب الانتيكيت. ماشي تاخد السفره. سفرة. خلاص مش مهم. حمله فرنسيه. فرخنده. ما احنا معانا فرخنده هنجيبها. خليكي ذكيه. حويت قوي. اوه الحجر المنزلي اللي علمك رفع نسبه ذكائك. يوه ده انا عايز اقول لك على حاجه. انا ما كنتش بفكر. ويوم تفكر اقسم بالله ما هفكر ليه. ما كل حاجه كانت عادي. بتنزلي عادي وتطلعي عادي وتاكلي عادي وتروحي عادي وترجعي عادي. لكن احنا عندنا اثار في البيت. انما دلوقتي بقى بصي وبنشر غسيل. لازم كل شويه غسيل وبغسل وما بنزلش من البيت. وبعمل رز وهري نفسي فوق وصينيه بطاطس. يا مر يا نعمه. بس انت ما كملتناش موضوع البيض. البيض. لما بتحطي البيضه وتوسع كده وتوسع قد الطاسه تسيبيها تحمر. مش بتبقى قد الطاسه يعني قوي يعني بتلاقيها ايه حلوه كده. تسيبيها لما تحمر شويه من تحت وتقومي بالشوكة قلبها على الناحيه الثانيه. ماشي. سيبيها تحمر برضو وتقومي مطلعها حاطه ورق مطبخ. وتقومي سايباها بقى عشان ايه تصفى من الزيت والحاجات دي. ماشي. وكل يا انتصار وكل يا بداره. انت بتقليها قلي. بانيه. البيضه اولا حجمها كده بتبقى حجمها كده. شوفي بقى العيله دي تكفي ايه. ها هو ده اختراع
اختراع جديد. انا كنت مسميه بيضه بيضه. انت متاكده ده اختراع؟ انا شفته كتير قبل كده يعني. شفتيها ازاي انت هتهزري؟ ما اتعملت قبل كده مليون مره صح ولا فين؟ اتعملت فين؟ حاسسين انها جديده. برافو شريف. وشه ده انا سمعتك على فكره. احنا لازم نداديك قوي. وش وضهر. ايوه وش وضهر. سبحان الله مفاجاه. وش وضهر. مش هيديني السفره. لازم احسسه ان هو يعني. انتوا كنتوا عارفينها؟ لا. طب يبقى ايه بقى فين؟ بس مش حاسه. لا حاسه ان هي اختراع. بقول لك ايه، انا مبسوطه منك اساسا انك في فتره الحجر المنزلي عرفت تعمل حاجه. اولا حاجات حاجه جردت البيت. إيه؟ لا جردت البيت. لا ما جردتش البيت. لا لسه. انا عرفت انا هبيع ايه في البيت. السفره دي بتاعت مدام فرخان ده انا اشتريتها. مدت وقعت. انا شويه هقلع الجزمه. ارفع السيك عشان تتكلم براحتك. الله يخليك. متشكر. معلش بس الحاجات دي بتطلع بس من البتاع ده. ثانيه وانا مدام فرخان ده كانت مديها الحيدر بيه يتجوز بيها. انا حاسه ان انت بتحكي لي مسلسل قديم. ما دي الحقيقه. فانا اشتريتها بقى من حيدر بيه. وعامل زي الناس اللي كانوا مخزنين تحت المسرح. أيوة. الاوض مش عارفه اوضه نوم مين. عارف ان تحت المسرح عندك اوضه نوم الملك فاروق معديه رقم. حد اشتراها وخزنها. ايه؟ حد اشتراها وخزنها. يعني المفتاح معاكي بتاع الاوضه دي؟ اعتبر المفتاح معانا. طيب انتوا واخدين بالكم ان احنا بنتفق والحلقه بتتذاع؟ يعني احنا اتقبض علينا. لا يا جماعه احنا اسفين جدا. ده احنا بنهزر مع بعضينا يعني. لا المفروض الجمهور يتواطأ معانا. لا ما انا هقول لكم على حاجه. اصل دي انا هقول لك على حاجه. انت خلاص قاعده في البيت ما بتعمليش حاجه، ففي اكيد حاجات انت مش يعني دي مثلا مش بستخدمها، ده انا مش بستخدمه، نبيع. نستنى ليه؟ بس معقول ده اللي استفدته من الحجر المنزلي جرد البيت؟ لا واستفدت برضو ان انا السلك. مش معقول يا جماعه. معلش انا اسف بس عشان الحاجات دي بقالي فتره مفيش مايكات ومفيش اي حاجه. كل ده بسبب السفره. انت قاعد تفكر هننقل البضاعه دي ازاي؟ المسروقات. مش مسروقات، دي حاجتنا. انا عايز اقول لك ان المسروقات هتبقى اوضه الملك فاروق. دي اللي هتبقى المسروقات. اللي هي احنا قلنا الخطه خلاص. احنا هنسرق حاجتك اللي هي من تحت ماما. انا حاسه ان احنا لسه مكملين شهر كمان، فانا متاكده ان لو جينا استضفناك تاني بعد شهر شهر ونص هنلاقي هتلاقوني داخل لكم بدقن قد كده ومجذوب، فاهمه؟ اللي هو كتاكيت حاجات ماما اتباعت. الشقه اتباعت واتصرف الفلوس وصرف البودره. انت عارفه هتشم بودره بعد كده. انت عارفه انا اكلت قد ايه لب؟ اهو إيه؟ شفت مش قلت لك دلوقتي لب بعد كده سجاير. معلوماتك جامده. نص كيلو في نص كيلو نص كيلو في نص كيلو غير السوداني. ماما بتحب السوداني بتاع اسوان. كلت قد ايه ماما؟ كنت ماما بتروح كلت لها بتاع كيلو لحد كنت بتروح اسوان بقى تجيب السوداني؟ لا ايه ده؟ ما في اي مقله. شفت اعذرني. حرام. شفت قلت لك دي افيهات. بس هي بسطاها قوي. ده انا بقول الافيه واضحه فعلا عادي. هي كده على طول. زي احنا كنا اشتغلنا مع بعض قبل كده سيت كوم، فاكره؟ فانا بقول لها مش فاكر كان اسمك ايه يوميا في في المسلسل ده. بس هي كانت طالعه اختي وانا عايز اجوزها يعني، فبقول لها فاكره ده كان يوم اربع؟ قالت لي لا يوم اربع ايه، ده كان يوم اسود. يوم ما اتجوزت. فكان حلو. الافيه حلو جدا، عجب ماما جدا. الحجر المنزلي ده والله العظيم حاجه جميله جدا. حاجه بتقرب الناس من بعضها، وحاجه بتخلي الناس يعرفوا قيمه مين اللي قطعوا علاقتهم بيه، مين اللي دعموا علاقتهم بيه، مين اللي يرتبطوا بيه، اي مين اللي يرتبطوا بيه، مين اللي يجوزوه، مين اللي يبيعوا له السفره. فعلا خلانا نعيد حساباتنا. لا احنا عدنا حاجات ما كناش فاضيين لها. لا احنا عدنا حساباتنا وفكرنا بزياده عن اللزوم لدرجه ان احنا حزننا حزن ملوش مزيد. لما بعت اللبين ما بعتوش لسه، هبيعه. حزننا ليه؟ انا عايزه اخليك تعترف بس. بعته ولا النهارده لو عندك مشكله مجرد انك بتنزلي الشارع بتشوفي ناس تروحي مش عارف ايه، مش عارف تروحي عندك تصوير عندك تقعدي مع صحابك على كافيه بتاع بتنسي. طب انت دلوقتي بتفتكري الحاجات اللي بتضايقك وقاعده في البيت ومفيش خروج، ايه الحل؟ اعيد حساباتي. وعدتي حساباتك، عملتي ايه بقى؟ ابيع البيانو. البيانو اقسم ده في نور وفي ثلاث بدلات تحت بتعمل، واحد بيعمل ايكو. هو البيانو وما فيش ثلاث بدلات؟ ما اعرفش. مش كل لا في ثلاث بدلات تحت. بص كده يلا شيل دي وتعالى بقى بهوايه.
يلا نغني. ما حاجة حافظينها بقى، بس شكلك وحش قوي. ده معايا عينيكي ليا مرايا.